احنا هنا وصلنا لنموذج الصوب الزراعية او الزراعات المحمية اللي هو يسمى النموذج الاسباني. تعرف على حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتعرف على حضرتك. مهندس احمد زكريا. باشمهندس احمد، قول لي، يعني هم قالوا لي فيه هنا هنمشي كده، ده النموذج الاسباني. ايه هو النموذج الاسباني ويشرح لنا ايه النو هاو بتاعتها وبتستخدموها ازاي وفايدتها ايه وايه اللي بيميزها؟ تمام. حضرتك دلوقتي احنا واقفين داخل منطقه الخدمه. منطقه الخدمه اللي احنا واقفين فيها بتخدم 24 فدان مقسمه على 12 صوب، 8 صوبات. مساحه الصوبه الواحده 3 فدان، منقسمه الى قسمين متماثلين. القسم الواحد فيه 4 صوبات. الاربع صوبات مساحه الصوبه الواحده 3 فدان. تمام. دلوقتي منطقه الخدمه بتتكون من عدد 2 خزان تكديس. سعه الخزان الواحد 114 متر مكعب خاص بنظام الري. الخزانات اللي هناك. الخزانات اللي هنا. سعة الخزان الواحد 114 متر مكعب. خزان خاص بنظام الري. خزانين خاص بنظام الري. واحد خزان سعة 114 متر مكعب خاص بنظام الضباب. تمام. زائد 5 خزانات خاصة بنظام التسميد. سعة الخزان الواحد 3 متر مكعب. زائد لوحة التحكم الآلي بالري والتسميد. ووحدة التحكم الآلي بنظام الضباب. ودي غرفة التحكم الآلي بنظام الطقس والمناخ. ممكن اوضح لحضرتك النظام بقدر بيفيدني بايه وبقدر استفيد منه. يعني من خلال غرفه التحكم دي بتتحكم في كل من خلال غرفه التحكم بقدر اتحكم في جميع الانظمه داخل الصوبه. داخل الصوبه كلها. داخل الصوبه. نظام التحكم الالي بالطقس. ايه بقى اقول لي يا باشمهندس احمد، يعني مثلا لو انا اقول لك انا ليه اخترت النموذج الاسباني وليه يعني اخترته، اكيد تاخدوا النو هاو بتاعتهم ويبقى في شراكه ما بينكم. تمام. ايه بقى؟ بصراحه التكنولوجيا العاليه اللي موجوده في النظام الاسباني واعرف ان هي متفوقه عالميا، يعني هي الاولى على مستوى العالم في مشروعات الصوب الزراعيه او الزراعات المحميه. حقيقي يا فندم. النظام هنا او التكنولوجيا العاليه اللي في النظام الاسباني بتحلينا ان احنا نوفر الجو المناسب للنبات. ان انا اطلع المنتج الكويس ذو الجوده الكويسه. وان انا اوفر وطبعا اغذي السوق بالمنتج الكويس وبالسعر القليل. كويس قوي. تمام. بيبقى المنتجات مثلا، يعني مثلا لو انا قلت انا اخترت مثلا النموذج الاسباني، هل بيبقى الانتاج بيبقى اوفر اكبر، يعني انتاج عندي ازيد بشكل أكيد. اكبر المنتج بيبقى الكواليتي بتاعته او الجوده بتاعته افضل. اكيد جوده والمنتج والكميه بتاعت المنتج بتبقى اكبر من اي من الزراعات. وهل بتعتمد على زراعات معينه؟ طبعا انا بزرع جميع الاصناف. من كل الاصناف. يبقى انت بتستخدم النو هاو دي عشان تزود حتى عدد الاصناف. جميع الاصناف في اي وقت من في اي فصل من فصول السنه بقدر. طبعا انا بوفر الجو المناسب او المناخ المناسب للنبات في اي فصل من فصول السنه، سواء مثلا تهويه او اذا كان نظام التظليل الحراري او النظام الفوك سيستم او نظام الضباب. وعندي منظومه تبريد تدوير الهواء، وعندي منظومه تهويه علويه وتهويه جانبيه. كل ده بقدر اتحكم منه زي ما قلت لحضرتك من خلال لوحات التحكم الالي. وبقدر اوفر المناخ المناسب جوه الصوبه للنبات اللي هو يقدر يديني، او ان انا اقدر اطلع المنتج الكويس. وده يتكرر بقى كتير. يعني احنا شفنا النموذج الاصلي اللي احنا شفناه اللي هو الاولد فاشن او النظام اللي كان موجود من قبل كده. انتوا دلوقتي بتحدثوا بتطوروا بالنظام الاسباني. ده يعني هيتكرر بقى في كل يعني في الفتره المرحله الجايه ان شاء الله. في المرحله الجايه. ايوه طبعا. وحتى في المشاريع اللي هو في الشركه، طبعا في مشاريع كتير دلوقتي زي مشروع ابو سلطان ومشروع في مدينه في اللاهون في بين الفيوم وبين سويف. يعني يتكرر في كل القطاعات اللي موجوده في المدن. أيوة. والمحافظات ان شاء الله يا رب يبقى كله. يا رب يبقى نقدر نزرع ال 100,000 فدان كلهم بنفس الطريقه. ان شاء الله يعم الخير على كل مصر يا رب باذن الله، ويكون في كل خيرنا موجود في كل العالم ان شاء الله. قول لي بقى لو هتشرح للمشاهدين ايه غرفه التحكم اللي هنا دي. تمام. غرفه التحكم دي بقدر زي ما قلت لحضرتك ان انا بتحكم فيها. بتحكم في عده انظمه عن طريق وحده الارصاد اللي بره. في وحده ارصاد بره جوه خارج منطقه الخدمه، وعن طريق 2 حساس. يعني ده العقل بتاع بالظبط بتاع الصوبه كلها. بتاع الصوبه. عن طريق الحساس وحده الارصاد اللي بره بقدر اقيس درجه الحراره ونسبه الرطوبه واتجاه الرياح وسرعه الرياح وكميه الاشعاع الشمسي. وعندي سنسور للرين سنسور اللي هو سنسور المطر اللي هو ده للحمايه، لحمايه الشبكه التهويه العلويه. لما يحصل عندي مثلا المطر الشبابيك بتاخد امر على طول ان هي تقفل اول ما تحس بالمطر بنزول المطر. طبعا جوه اللي هو السنسور الداخلي، سنسور خاص بنسبه بيقيس درجه الحراره ونسبه الرطوبه. ده بيديني
الداتا باخدها عندي بعد كده ان انا بقى طبعا بحط الكونديشن اللي انا عاوزها. الخبر ده موضوع ضخم قوي وتقنيات عاليه، لازم اوفر، لازم اوفر البيئه المناسبه ان انا اقدر ان انا ازرع اي محصول في اي فصل من السنه، وزي ما قلت لحضرتك ذو الجوده الكويسه والكفاءه والكميات اللي هي تغذي السوق المصري كله ان شاء الله. ربنا يوفقك يا مروان. انا عايز اشوف بقيه الحاجات، بس الاول يعني ندي بقى للزميل حضرتك هنا برضو يقول لنا كده حتى تمام. تعالوا معانا كده كاميرتنا تيجي معانا نشوف بس كده حضرتك. ديله المايك تمام.